في الحلقة الجديدة من مسلسل الكذبة، نعلم جميعا أن المدعي العام يامان وهو جوك بيرك ضمن المسلسل. فمن هو هذا المدعي العام ولماذا سيساعد مليكة؟ وبحسب تحليلي، إذا نظرنا إلى التشابه بينه وبين كريم، يمكنني القول أن شخصية يامان هو المدعي العام الذي سجن ببراءة بسبب الافتراء الذي تعرض له، والذي تم إطلاق سراحه للتو من السجن. وبمجرد أن يتم إطلاق سراحه ويذهب إلى المحكمة ليبدأ مهمته، بمعنى آخر الأخ الذي كان كريم يحاول إثبات براءته منذ أشهر، والذي اضطر أكسوي إلى الاقتراب من دورو لإظهار وجهه الحقيقي والذي خطر بحياته من أجله، سيتبين أنه يامان كما يفعل كثيرون منكم توقع أيها الأصدقاء. وبما أن يامان شخصية تم سجنها ظلما تماما مثل مليكة، فإنه سوف يتفهم موقفها. بالإضافة إلى ذلك، فإن العدو المشترك لأكسويل الذي بعت أخته وسهر ابنتهما عندما كانت طفلة سيجعل يامان ومليكة يقتربان من بعضهما البعض. على الرغم من أنه كان في البداية مجرد مدعي عام يركض لصرخات أمه طلبا للمساعدة لفترة طويلة، إلا أنه في الحلقات التالية لن يتمكن بعد الآن من إخفاء مشاعره تجاه مليكة.